يا صالح بن أبي بكر بن أبي بكر بن حسين بن حسين الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم بن الشيخ أبي بكر بن سالم أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان زوجتك بنتي فاطمة الزهراء بنت علي بن عبد الرحمن الجفري بالمهر خمس أواق فضة نقية ميزان تريم بميزان بلد تريم ما يعادل 350 درهم إماراتي. أقول له قبلته تزويجها بالمهر المذكور.